الله الرحمن الرحيم اهلا بكم احبائي طلبة الصف الرابع تحدثنا في الحصه السابقه عن حل اسئله نص القراءه واليوم سنتحدث عن موضوع ومهاره التدريبات والمقصود بها القواعد موضوع التدريبات في هذه الوحدة هو عبارة عن مراجعة لجميع القواعد التي أخذناها في وحدات سابقة نقوم بقراءة كل سؤال حتى نستنتج ما هي القاعدة التي يتحدث عنها سؤال الأول يقول املأ الفراغ في كل جملة فيما يأتي بما يناسب من العمود المقابل إذا. قلنا بان اللغه العربيه هي معنى قبل ان تكون قاعده لذلك سنقوم باختيار الكلمه المناسبه من العمود ووضعها في الفراغ لتشكل جمله صحيحه تامه المعنى ا كرم جلاله الملك المنقذة تقديرا لشجاعته ب يدعو المؤمن الله رغبه في كرمه ج يواظب المجد على الدراسه حرصا على التفوق د جهز المسافر امتعته خوفا من التاخر عن موعد الطائره ها يقدم المسلم الاضحيه طاعه لله اذا ماذا نستنتج نستنتج بان السؤال الاول يذكرنا بقاعده المفعول لاجله المفعول لاجله المقصود به ان تفعل شيء مقابل تحقيق شيء ونسال ب لماذا هنا نقول لماذا كرم جلالة الملك المنقذ، ما السبب في تكريم جلالة الملك للمنقذ؟ تقديرا لشجاعته. المفعول لأجله دائما يأتي منصوب، نقول مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. لماذا يدعو المؤمن الله رغبة في كرمه؟ لماذا يواظب المجد على الدراسة حرصا على التفوق؟ لماذا جهز المسافر أمتعته؟ خوفًا من التأخر عن موعد الطائرة، لماذا يقدم المسلم الأضحية طاعة لله؟ إذًا السؤال الأول عن المفعول لأجله أننا نقوم بعمل شيء لتحقيق شيء ما، نقول: فتحت الأم النافذة تجديدًا للهواء، لماذا فتحت الأم النافذة تجديدًا للهواء؟ السؤال الثاني يقول: إملأ الفراغ أسفل كل صورة بالكلمة المناسبة مما بين القوسين هذا، هاتان، هذان، هذه، هؤلاء. إذا الكلمات التي بين القوسين تذكرنا بأسماء الإشارة نستخدمها للإشارة لشيء ما. هذا نستخدمها للمفرد المذكر، هاتان للمثنى المؤنث هذان للمثنى المذكر، هذه للمفرد المؤنث وهؤلاء للجمع سواء كان مؤنث أم مذكر. قلنا بأن اسم الإشارة يأتي هو في البداية ومن ثم نذكر الشيء الذي نريد أن نشير إليه. فراغ طائرتان. ننظر إلى الكلمة التي بعد الفراغ حتى نقوم بتحديد ما اسم الإشارة المناسب لها. طائرتان مثنى مؤنث، إذا نستخدم هاتان، هاتان طائرتان. فراغ ملعب ملعب مفرد مذكر نقول هذا ملعب فراغ اطباء اطباء جمع مذكر نقول هؤلاء اطباء يد مفرد مؤنث نقول هذه يد كتابان مثنى مذكر نقول هذان كتابان اذا اسماء السؤال الثاني قاعده اسماء الاشاره نستخدمها للاشاره لشيء ما وتاتي قبل الشيء الذي نريد ان نشير اليه ننظر إلى الكلمة التي تأتي بعده لتحديد ما اسم الإشارة المناسب لها سؤال الثالث يقول ضع سؤالا شفويا يبدأ بكيف لكل جملة فيما يأتي على نمط المثال سقطت أم ماهر مغشيا عليها كيف سقطت أم ماهر مغشيا عليها إذا قاعدة هذا السؤال هي قاعدة الحال وهو بيان هيئة الشيء ونسأل عنه بكيف حتى نميز ما بين المفعول لأجله والحال، كلاهما اسم وكلاهما حركته دائما تنوين الفتح، ولكن المفعول لأجله نسأل عنه بلماذا؟ والحال نسأل عنه بكيف؟ الحال لبيان الهيئة، فنقول: كيف سقطت أم ماهر؟ مغشيا عليها. أيضا قلنا بأن الحال يبين هيئة الشيء، إذا هنا أم ماهر هي صاحب الحال، هي الشيء الذي نسأل عن حاله، أم ماهر مغشيا. ألف استقبل الوزير ضيوفه مرحبا كيف استقبل الوزير ضيوفه مرحبا إذا الوزير صاحب الحال مرحبا حال ب ذهب أبي إلى مكة ملبيا كيف ذهب أبي إلى مكة ملبيا إذا أبي صاحب الحال ملبيا حال جيم ظهرت النجوم في السماء لامعة كيف ظهرت النجوم في السماء لامعة إذا النجوم صاحب حال و لامعة هي الحال دال عاد سالم من الحفل مسرورا كيف عاد سالم من الحفل مسرورا إذا سالم هي صاحب الحال ومسرورا هي الحال ها شارك بلال في العمل متحمسا كيف شارك بلال في العمل متحمسا إذا بلال صاحب حال ومتحمسا هي حال واو وقف المعلم أمام الطلبة مبتسما كيف وقف المعلم أمام الطلبة مبتسما؟ إذا المعلم صاحب الحال ومبتسما حال. إذا السؤال الثالث يتحدث عن الحال بيان هيئة شيء ويكون هناك صاحب حال وحال ونسأل عنه بكيف. ننتقل إلى السؤال الرابع ويقول: إملأ الفراغ على نمط المثال ثم اقرأ. حاول المنقذ العودة إلى الشاطئ لكن الأمواج الغاضبة حالت دون ذلك. قلنا بأن اللغة العربية معنا قبل أن تكون قاعدة هنا استخدم لكن فنقول ألف يشاهد باسم برنامج الأطفال لكن موعد الدراسة قد حان با ترغب ولاء في شراء الفستان الجميل لكن النقود معها لا تكفي جيم سجل الطلبة في الرحلة المدرسية لكن العدد تجاوز حمولة المركبة إذن يتحدث هذا السؤال عن قاعدة إن وأخواتها إن وأخواتها هي حروف ناصبة تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها إن وأخواتها عليكم حفظ العائلة إن أن لعل لكن ليت كأن جميعها تؤدي نفس الأداء أي أن الكلمة التي تأتي بعدها حركتها فتحة والكلمة الثانية حركتها ضمة هنا لكن الأمواج الأمواج اسم لكن موعد هي اسمها أيضاً لكن النقود أيضاً إذاً في هذا السؤال نستطيع أن نشير إلى قاعدة إن وأخواتها وأيضاً نستطيع أن نشير إلى لكن التي تختلف عن لكن وهي حرف استدراك أي أن هناك شيء استدرك على الأمر ومنع من حدوثه. هنا كان باسم يشاهد برنامج الأطفال ولكنه لم يتابع برنامج الأطفال، لماذا؟ لأن موعد الدراسة قد حان. الثانية كذلك ترغب ولاء في شراء الفستان الجميل، ما الذي منع ولاء من شراء الفستان الجديد؟ أن نقودها معها لا تكفي. سجل الطلبة في الرحلة المدرسية. إذا ما الذي منع الطلبة في الرحلة عدم التسجيل في الرحلة المدرسية أن العدد تجاوز حمولة المركبة إذا هنا حاول المنقذ العودة إلى الشاطئ ما الذي منع المنقذ من العودة إلى الشاطئ أن الأمواج الغاضبة حالت دون ذلك إذا السؤال الرابع نستطيع أن نتخذ لكن بأنها من أخوات إن وأخواتها ولكن يجب أن يأتي بعدها اسم منصوب واسم مرفوع إذا شاهدنا في الجملة لا يوجد كلمة مرفوعة بتنوين الضم أو الضمة إذا فإن لكن نعتبرها حرف استدراك لكن نعتبرها حرف استدراك وهو الذي يمنع حدوث الشيء أي ما الذي منع باسم من مشاهدة برامج الأطفال أن موعد الدراسة قد حان ما الذي منع ولاء من شراء الفستان أن النقود التي معها لا تكفي ما الذي منع الطلبة من التسجيل في الرحلة المدرسية أن العدد تجاوز حمولة المركبة إذا؟ هنا الأفضل أن نقوم باستخدام لكن دون وجود الشدة عليها لأنها افتقرت إلى وجود الخبر، يوجد كلمة مرفوعة بالفتحة ولكن لا يوجد ما الخبر المرفوع بالضمة أو تنوين الضم. ننتقل إلى السؤال الخامس ويقول: صل العبارة بما يتمم معناها على نمط المثال: ما هي إلا لحظات حتى اختفى الطفلان وراء الأمواج. نقوم بالإجابة كمعنى ما هي إلا ساعات حتى عاد العامل إلى بيته ما هي إلا أيام حتى بدأت الاختبارات النهائية ما هي إلا أشهر حتى جاء فصل الشتاء ما هي إلا دقائق حتى أعلن الحكم نهاية المباراة نلاحظ أن جميع الجمل هنا بدأت بما وهي وهنا جميع أيضا الجمل بدأت بحتى وجاء بعدها فعل ماض مبني على الفتح حتى هي من حروف النصب والتي تنصب الفعل الذي يأتي بعدها أي تأتي حركته فتحة إذا ما هي إلا لحظات حتى اختفى الطفل طفلان وراء الأمواج إذا هنا الحديث عن أحداث أنها جاءت عبارة عن لحظات وأن اختفى الأطفال هنا عبارة عن ساعات ويعود العامل الى بيته هنا عباره عن ايام وتبدا الاختبارات هنا عباره عن اشهر ويبدا فصل الشتاء هنا عباره عن دقائق ويعلن الحكم نهايه المباراه وهكذا اذا بهذا تنتهي حصتنا لهذا اليوم، كانت عبارة عن مراجعة لجميع القواعد وأغلبها التي أخذناها في وحدات سابقة، المفعول لأجله أي أن نفعل شيء مقابل تحقيق شيء ونسأل عنه بلماذا؟ مثل لماذا كرم جلالة الملك المنقذ؟ تقديرا لشجاعته، أيضا تحدثنا عن أسماء الإشارة بأننا نستخدمها للإشارة إلى شيء ما، ويجب أن نقوم باستخدام اسم الإشارة في بداية الكلمة بداية الجملة ومن ثم نقوم بذكر الشيء الذي نريد الإشارة له أيضا تحدثنا عن الحال وهو بيان هيئة الشيء نسأل عنه بكيف يوجد لدينا صاحب الحال والحال فنقول كيف سقطت أم ماهر تكون الإجابة مغشيا عليها أيضا تحدثنا عن لكن المشددة ولكن التي تعاد حرف استدراك لكن وهي من أخوات إن يجب أن يأتي بعدها كلمتين الكلمة الأولى تكون حركتها فتحة اسم منصوب والكلمة الثانية تكون حركتها الضمة أو تنوين الضم خبر مرفوع ولكن نقوم باستخدام أيضا لكن التي تكون مرات مشددة ومرات غير مشددة كأنها حرف استدراك أي أنها منعت حدوث شيء مثلما أن نقول ما الذي منع باسم من مشاهدة برنامج الأطفال أن موعد الدراسة قد حان أيضا تحدثنا عن حتى التي تأتي من حروف تكون من حروف النص وأن الفعل الذي يأتي بعدها تتغير حركته تكون حركته الفتحة نلتقي بكم في الحصة القادمة بموضوع الكتابة دمتم بخير والى اللقاء